دكتورة إيمان دسوقي، أستاذ مساعد علم المناعة والطفيليات بالقسم، يشرفنا وجودكم معنا في إطار سلسلة ويبنار قسم الطفيليات وأمراض الحيوان شعبة البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، لإلقاء الضوء على دور جلايكونات الديدان المفلطحة في التشخيص الطفيلي والاستجابة المناعية في بعض الأمراض الطفيلية المشتركة. والكلمة للأستاذة الدكتورة منى السعيد، رئيس شعبة البحوث البيطرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في السيمينار الدوري لقسم الطفيليات وأمراض الحيوان، القسم النشيط المتميز بالشعبة، وهذا كمان في إطار سلسلة ويبينارات ابتدتها الشعبة وبيكملها قسم الطفيليات. بنتمنى لكم يعني مشاهدة طيبة ومعلومات جيدة، وإن شاء الله برضو بنشكر وحدة المؤتمرات، بنشكر الأستاذ الدكتورة أمنية رئيس القسم، وبنشكر الأستاذ مساعد دكتورة سهام، وأيضا دكتورة إيمان على هذه المحاضرة إن شاء الله القيمة، لأن الأمراض الطفيلية من الأمراض اللي مهملة لكن لها أهمية كبرى وقصوى، ولازم نلقي الضوء عليها. أهلا وسهلا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكلمة الآن للأستاذة الدكتورة أمنية أنديل، رئيس قسم الطفيليات وأمراض الحيوان بالشعبة ومقرر الويبنار. السلام عليكم. في سيمينار الدوري الخاص بقسم الطفيليات وامراض الحيوان، طبيعي ان احنا لازم نشكر اداره المركز لانها سمحت لنا بنعمل السيمينار مره ثانيه بعد ما كان توقف فتره الكورونا، فده ثالث سيمينار معقد للقسم، لان اداره المركز سهلت لنا السيمينارات عن طريق الانترنت. إن إحنا نلتقي تاني بالقسم ونقول أهم مواضيع قايمة بيها القسم. وبنشكر طبعاً الدكتورة منى رئيسة الشعبة البيطرية المنتمية لقسم الطفيليات على تشجيعها لينا المستمر، وعلى حضورها معانا أهم حاجة، وإنها تكون رئيسة الندوة للسيمينارات قسم الطفيليات وأمراض الحيوان. وبنشكر الدكتورة سهام إنها هي المنظمة للسيمينار، وبنشكر الدكتورة إيمان إنها هتلقي محاضرة مهمة جدا في علم الطفيليات، لأن إحنا السكوب بتاع القسم إزاي بنعمل دايجنوزيس سريع للأمراض اللي هي بيبقى صعب فيها الدايجنوزيس، زي الأمراض المشتركة زي الفاشيلياس زي الهيدروزيس. فالدكتورة إيمان ما شاء الله إنها فعلا وصلت لطريقة سريعة للتشخيص للامراض دي عن طريق الجلايكون بروتين، وربنا يوفقها يا رب، وان شاء الله كلنا هنستفيد من محاضرتها. هي محاضره هتكون قيمه لاهم الامراض المشتركه، وربنا يوفقها يا رب، وشكرا. يحاضرنا اليوم دكتورة إيمان السوقي، أستاذ مساعد علم المناعة والطفيليات بقسم الطفيليات وأمراض الحيوان. تخرجت دكتورة إيمان من كلية العلوم جامعة المنوفية في عام 2003، والتحقت بالمركز القومي للبحوث. في عام 2009 حصلت على درجة الماجستير، حيث نجحت في تطوير مواد مشخصة جلايكوبروتينية لاستخدامها في تشخيص مرض الفاشيولا. وفي عام 2013 حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم تحت عنوان تطوير لقاح جلايكوبروتيني جديد ضد مرض الفاشيولا. وحازت رسالة الدكتوراه في عام 2014 على جائزة أحسن رسالة دكتوراه على مستوى المركز، كما زارت جامعة مدينة دبلن بأيرلندا في عام 2018، وقامت بتدريس علم المناعة الخلوية لطلبة البكالوريوس.
هذا بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية والتي تشارك فيها دائما من خلال المقالات التوعوية أو من خلال القوافل البيطرية التي تنظمها الشعب، وما زالت مستمرة في العمل على تطوير مشخصات جديدة وكذلك اللقاحات ضد عدد من الأمراض الطفيلية والتي يمكن تطبيقها صناعيا. دكتورة إيمان، تفضل نبدأ المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني لازم أوليا أشكر زميلتي الدكتورة سهام على التقديمة دي. شكرا للدكتورة سهام، وشكر جزيل للدكتورة أمنية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضرتك. ودكتورة منى طبعا دايما راعية للجديد طول الوقت في شرط البحوث البيطرية. شكر جزيل كمان لوحدة المؤتمرات لتنظيم المجهود اللي دايما عاملينه، وطبعا كل الشكر لرئيس المركز اللي تحته الفرصة لينا. المحاضرة في التشخيص الطفيلي والاستجابة المناعية في بعض الأمراض الطفيلية. مبدئيا لازم نعرف ايه هو البارازايت عشان نعرف التي هيلمنت ده انهي جزء في علم الطفيليات. فالبارازايت بينقسم دايما لتو فايلم، البروتوزوا والهيلمنتس. الهيلمنتس طبعا البروتوزوا ده هو مش موضوعنا النهارده، ولكن هو علم برضه مهم. والهيلمنتس منها نوعين اثنين من الديدان، هي النيماتودا والبلاتي هيلمنتس. النيماتودز هي بنسميها راوند وورمز، اما البلاتي هيلمنتس بنسميها الفلات وورمز. البلاتي هيلمنتس اللي هي موضوعنا النهارده فيها فور كلاسز، تربلاريا ومونوجينيا وسيستودا وتريماتودا. خلينا نقول ان النهارده هنتكلم على سيستودا والتريماتودا، هما دول اللي بيسيبوا الفارم انيمالز او الانيمالز والهيومن باراسيتايزد عليهم يعني. ودايما كنا بنقول your plate has cysts and trees، يعني خلي بالك ان البلاتي هيلمنتس بتاعتك فيها سيستود اند تريماتود، علشان ما ننساش البلاتي هيلمنتس ايه الكلاسز المهمه ليك. الحقيقه لو خدنا اول حاجه السيستودا، هناخد النهارده مثال ليهم، اثنين مثالين مهمين من الورم بيسيبوا الحيوان والانسان على حد سواء، الايكاينوكوكس جرانيولوزيس والايكاينوكوكس مالتيكولاريس. بيلعب فيهم الدوج، الايكاينوكوكس جرانيولوزيس زي ما احنا شايفين بيلعب فيها الدوج دور مهم كفاينل هوست، اما الانترميديت هوست فيها كان بيكون الكاتل والشيب والبيج والكامل. الادلت وورم بتكون موجوده في الفاينل هوست، لكن السيست اوف ايكاينوكوكس جرانيولوزيس بتكون موجوده في الكاتل والشيب او في الانترميديت هوست. السيست دايما بتكون موجوده في اماكن متفرقه، ممكن تيجي في الليفر في اللونج، ممكن تيجي في البرين. لو شفنا الايكاينوكوك والديزيز هنا بيسموه دايما سيستيك ايكاينوكوكوسيس في الانترميديت هوست. بالنسبة لإيكاينوكوكس مالتيكولاريس، فإحنا ممكن نقول إن الفاينل هوست بتاعها الدوج والفوكس الأدلت وورم بيكونوا موجودين فيها، والإنترميديت هوست بيكون البيج والسمول مامالز. خلينا نقول إنه في البلاد العربية شوية وجود الإيكاينوكوكس مالتيكولاريس مش منتشر. ديزيز موجود في الإنترميديت هوست بيقولوا عليه ألفيولار إيكاينوكوكوزيس. زي ما احنا شايفين هنا دي ماب وولت ماب بتوضح لي الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاع الهيومن والانيمال انفكشن اللي موجود في الكاينوكوكس. لو زي ما احنا شفنا، لو على سبيل المثال دي افريكا مثلا، هنشوف اللون الاخضر ده الكاينوكوكس جرانيولوزيس، وبيبقى شيء منتشره جدا في الانيمال. طبعا مفيش وجود للكاينوكوكس مالتيكولاريس، لكن في الهيومن نسبة الإصابة بالإيكاينوكوكس جرانيولوزيس كمان أعلى من المالتيكولاريس. ده طبعا بالمقارنة بحاجة زي أمريكا مثلا اللي فيها الأنيمال نسبة الإصابة بالمالتيكولاريس أكتر من
الجرانيولوزيس، وزي ما احنا شايفين ده شكل الانفكشن اللي بيكون موجود. التانية من الحاجات المهمة جدا في الفاتي هيلنسز اللي بتصيب برضو الإنسان والحيوان على حد سواء، الانترميديت هوست بيختلف من الهيومن للبيج للكاو والرابط والشيب والراد. السبيشيز المختلفة مش كل الحيوانات بتاخد نفس السبيشيز، يعني لو شفنا مثلا البيج مشهور بالتانية سوليوم ودنيا هايدروجينا مثلا ما يجيش في التانية ساجيناتا، لكن لو شفنا الكاو هنلاقي التانية ساجيناتا فيها والتانية هايدروجينا ما يجيش فيها تانية سوليوم، وهكذا كل نوع من الانيمال بيجي فيه سبيشيز معين من التانية. الهيومن والدوج والكات هم دول الديفينيتيف هوست اللي بيكون موجود فيهم الورم اللي بتبقى موجوده في الانتستين. وجود الانكوسفير او سيست اوف التانية بيكون موجود في الانترميديت هوست وبيبقى موجود في اماكن مختلفه من الجسم، يعني ممكن يجي في المسل اورجان، ممكن يجي في البرين، ممكن يجي يعني في الاي، فبيجي في اماكن مختلفه. ده شكل الديزيز اللي ممكن يصيب الاورجانز، وده الورلد ماب اللي بتوضح لي الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاع الديزيز. لو شفنا مثلا في افريقيا هنلاقي مثلا التانية سوليوم منتشرة يمكن أكتر من التانية ساجيناتا، ولو شفنا في نورث أمريكا هنلاقي التانية ساجيناتا هي المنتشرة عندهم أكتر. إنه هي اختلاف السبيشيز بيختلف من مكان للتاني على حسب وجود الانترميديت هوست وتوفره واستهلاك الإنسان لنوع اللحوم اللي بيستخدم. طبعا كلاسيك نيماتودا في منها يا إما بلاد فلوك يا إما ليفر فلوك. طبعا البلاد فلوك دي شيستوما ودي حاجه مشهوره ومعروفه. ليفر فلوك من اشهرها الفاشيولا سبيشيز، وده احنا هناخده مثال النهارده. والفاشيولا طبعا الانفكشن بتكون عن طريق ان الحيوانات بتاكل الحشائش والاعشاب الانفكت او انفكتد بي او يعني كونتامينيتد بي الميتا السيركاليوم، وبتبدا الانفكشن تتطور وتدخل الليفر وتستمر السايكل. جيوغرافيكال ديستريبيوشن اوف فاشيوليزز، الاماكن اللي لونها احمر دي بتوضح الديستريبيوشن بتاع الفاشيولا ان اوفر ذا وورلد، ومصر من الانديميك اريا اللي موجود فيها الديزيز، ويمكن الماب دي سنه 2018. النهارده شغلنا عن الجلايكانز، ومؤخرا الجلايكانز يعني لقوا ان ليها دور مهم جدا في الميتابوليز في البيولوجيكال بروسيس اللي بتحصل جوه البروكاريوتيك واليوكاريوتيك، تلعب دور مهم كمان في الريبليكيشن فيروس، وهنشوف النهارده ازاي بتلعب دور مهم في الباثوجين هوست انتراكشن. لما يكون ليها كل الادوار دي اذا هي تعتبر تارجت مهم للدايجنوزيس للثيرابيوتيك بيربس كمان في الفاكسين. الحقيقه خلينا نعرف او نتخيل الجلايكوكونجكتس دي او جلايكان دي بتتكون ازاي وبتطلع على سطح الخليه ازاي. فعايزين نقول ان الشوجر بيدخل جوه الخليه عن طريق الاندوبلازم ريتيكولم والجولجي، بيبدا يحصل كونجكيشن علشان تطلع الجلايكان على سطح بره، يا اما بشكل جلايكوبروتين يا اما بشكل جلايكوليبيد. وخلينا نقول ان احنا النهارده هنتكلم عن الجلايكوبروتين والجلايكوليبيد في التشخيص وفي كل شيء. فاذا الجلايكان دي البايو سينسز بتاعتها. الجلايكانز لما بتحصل كونجوجيشن ما بينها وما بين البروتين ان سبيسيفيك، يعني بيحصل يا اما يطلع لي ان او جلايكانز، يبقى او جلايكوزايليتد فراكشن، يا اما ان جلايكانز. والحقيقه دول اكثر ستراكشرز مهمين في الجلايكوزايليتد بروتينز اللي موجودين. انا بس عايزه انوه ان الستراكشرز دي بتاعه المربع والمثلث والدايره والاصفر دي حاجات مش محطوطه كده هباء، يعني دي فانكشنال جلايكوميك كونسيرتم، هي
اللي عامله ده، وحتى انا يعني سايبه لكم اللينك لو حد حابب ان هو يدخل ويشوف الجلايكوميكس ازاي موجود. الحقيقه في خلينا نبدا اولا نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل جوه الخليه، وانا كدايجنوزز او كفاكسين انا بدرس ايه او انا عايز ايه. خلينا نقول ان السيل تيشو اللي موجود عندي بيحصل جواه الكروموسوم والدي ان ايه. لما ادرس الدي ان ايه، فاذا انا بدرس هنا الجينومكس. يعني ايه بدرس الجينومكس؟ يعني بدرس هاو كان هابن وات كان هابن، يعني ايه اللي ممكن يحصل، ممكن يحصل من الخليه دي، يعني الخليه دي ممكن تعمل ايه. انا كده بدرس وات كان هابن. لما الدي ان ايه بيتحول للمسنجر ار ان ايه، فاذا انا هنا بدرس علم ترانسكريبتومكس. فهنا بدرس وات ابير تو بي هابنينج. المسنجر ار ان ايه بيتحول بعدين لبروتين. اذا انا هنا بدرس البروتيومكس اللي هو وات ميك ثينج هابن. يعني مثلا لو احنا جينا نقيس الانترلوكين، مثلا هنقيس المسنجر ار ان ايه بتاع الانترلوكين الموجود جوه الخليه. هل ده معناه ان المسنجر ار ان ايه ده هل هيتحول لبروتين؟ هو هيتحول لبروتين. هل في سكته دي ممكن يحصل حاجه؟ ممكن يحصل حاجه. اذا دراسه البروتيومكس افضل من دراسه الترانسكريبتومكس، لان الترانسكريبتومكس وات ابير تو بي هابنينج، لكن وات ميك ثينج هابن ده بروتين. اذا الاوقع من كل ده ان انا ادرس وات از هابنينج ناو. وات از هابنينج ناو جوه الخليه، يبقى انا لازم ادرس الميتابولومكس. الميتابولومكس ممكن تكون بشكل ليبيد، بسمينا العلم ده ليبيدومكس، او بشكل كربوهيدرات بسميناه جلايكومكس. اذا الافضل وانا بعمل دايجنوزيس او انا بعمل فاكسين او انا بتارجت فراكشن معين جوه الخليه او جوه البارازايت بتاعي، ان انا استخدم الوات از هابنينج ناو جوه السيل. اذا الجلايكومكس هو ستادي للانتير كومبوننت اوف شوجر اللي موجوده في يا اما فري او انكومبلكس موجوده داخل الكائن الحي. يبقى الجلايكومكس زي ما احنا عرفنا ده تعريفه، علشان اي حد هيقرا على الجلايكان هيبقى عارف يعرف ايه هو الجلايكومكس. الجلايكان بقى الاكسبريس بالبارازيتك بلاتي هيلمنسز. دي البارازيتك بلاتي هيلمنسز فيها بتتميز بان فيها مجموعه كبيره من الجلايكانز. الجلايكانز دي ممكن تكون متشابهه مع الماميليان هوست بنسميها سيلف جلايكان، وممكن تكون نون هوست لايك جلايكان او فورين. هنشوف بشكل اوضح بعدين انه ازاي الجلايكان دي ممكن تكون شبيهه فعلا للماميليان هوست. لو احنا عايزين نشوف بشكل مبسط هل الناس تقدر تعمل بيوريفيكيشن للجلايكان، او فعلا الناس تقدر تعمل بيوريفيكيشن للجلايكان، يا اما عن طريق الايون اكسشينج كروماتوجرافي اللي البرنسبل بتاعته بتعتمد على التشارج، او يا اما استخدام اللكتين افينيتي كروماتوجرافي. يمكن ده افضل في العزل، لان هو احنا بنجيب اللكتين بيتز ده جل وبنبدا نعمل كونجوجيشن ما بينه وما بين الجلايكوبروتين علشان نقدر نعزل الجلايكوبروتين. الحقيقه اللكتين ده يعتبر افضل شيء في العزل الجلايكوبروتين او الجلايكوكونجكت ان جنرال. يعني فيها زي ما احنا عارفين ان اللكتينز دي ممكن تكون رخيصه ان احنا نشتريها، او ممكن نعملها بيوريفيكيشن وتبقى ستيبل في فرايتي كونديشن. ممكن نعمل اليوشن بديفرنت ديفرنت شوجرز، يعني فنقدر ناخد اكتر من فراكشن. وده بس تيبل بيوضح لكم بشكل بسيط انه الجلايكو ان اللكتينز اوريدي موجوده في السوق، دي السبيسيفيستي جلايكينز ليها، فاللي حابب يشتريها هيقدر وهيشتغل، يعني مفيش مشكله. ببساطه جدا الديتكشن للجلايكينز، يا اما انا عشان اعمل دايجنوزز يا اما اعمل ديتكشن للانتيجين يا اما ديتكشن للانتي بودي. ف تو ديتكت الانتيجين او الانتي بودي في ديفرنت ميثودز ممكن متاح استخدامهم في الطريقه. عندي مثلا البرنتد جلايكان مايكرو اراي، في الاليزا ممكن تستخدم، والليكتر مايكرو اراي ممكن نستخدم نيورو هيستوكيمستري،
وستيل اجلتينيشن وستيل سورتنج. انا مش هطول عليكم في الميثودز، خلينا ندخل في اللي حصل والترايلز اللي حصلت. زي ما احنا قلنا لسه دلوقتي ان الجلايكوبروتين بيتميز ان هو بيفرز على السيرفس بتاع الخليه، وده بيخليه مهم سهل انه يبقى ليه انتي بودي اجينست ات. فيا اما انا ديتكت الجلايكوكونجكت ده يا اما انا ديتكت الانتي بودي اجينست ات. هل في محاولات حصلت عن ده او لا؟ فده اللي احنا هنشوفه. فشولة كمثال للتريماتود من الطفيليات اللي بتمثل اهميه كبيره جدا، والدايجنوز بتاعها يا اما عن طريق ان انا بفحص الفيسز بتاع الحيوانات وبشوف هل هي مصابه او لا، وطبعا ده مش تشخيص دقيق، يا اما طول الوقت الريسيرشرز بيحاولوا ان هم يشوفوا طرق جديده وحاجات احدث للدايجنوزز بالاميونو دايجنوزز، ان انا تديتكت انتي بودي في السيرم. الحقيقه العلماء حاولوا ان هم يشوفوا الجلايكوبروتينز اللي موجوده في الديفرنت ستيجز اوف فشوله زي الميراسيديا والريديا والسبوروسيستم والنيوجوفينايل والاماتيور والادلت. طيب دي فايده ان هم يدوروا عليها في كل الستيجز. انا لو عرفت انه في فراكشن مهم او حاجه مهمه موجوده في كل الستيجز دي، انا ممكن استخدمه ك فاكسين تارجت او كثيرابيوتيك تارجت لأجنست ديزيز، ده نظرا لأهميته، أو أنا عايز أعرف أنهي فراكشن موجود في أنهي ستيج مش موجود في التاني، فده يديني فرصة أو يديني فكرة على الدايجنوزز، يقول لي هل مثلا أقدر هل لو أنا استخدمت الفراكشن ده هيقول لي أنا في أنهي ويك دلوقتي مثلا من الإنفكشن، لأنه موجود مثلا في النيوجوفينايل مش موجود في الأدلت. فده كان فكر العلماء. هم الحقيقه لقوا ان كل الستيجز بتاعت الفشوله فيها ريتش بالجلايكانز زي الان استايل جلوكوزامين وان استايل جلاكتوزامين والجلوكوز والمانوز. سنه 2016 كان في دراسه على التيجمنت بتاع الفشوله، وهم لقوا انه التيجمنت بتاع الفشوله كاري كتير من الان جلايكان وخصوصا الفيكوز والان اسيتايل جلوكوزامين والمانوز ريزيديو. يمكن الدراسه دي كانت يعني مركزه في ان هم عملوا الكاركترايزيشن ده بالماس سبيكترومتري عشان يوضح لي كويس قوي هم فين او ايه شكل الاستراكشر بتاعت الجلايكان اللي اوريدي موجوده. في دراسة تانية عمل إيميونو فلوريسنس أناليسيس علشان يدور على الجلايكوبروتين اللي هو سماه تي إن وسيالين تي إن أنتيجين. الحقيقة هو لما عمل الدراسة لقى إن التي إن أنتيجين ده موجود أو إكسبريسد في مينلي في التستس، كمان موجود في البارينكايما في البيسال ممبرين في التيجمنت، لكن موجوده في التستس مثلا كأورجن مهم للورم، ده معناه ان انا اقدر استخدمه كفاكسين تارجت للفاكسين، لان انا لو استخدمته كفاكسين ونجح اذا انا قدرت ان انا اوقف الريبرودكشن بتاع الورم جوه الجسم. كمان هو ممكن يبقى تارجت مهم في الثيرابي لانه بيهاجم الورم في حاجه مهمه جدا موجودة زي التستس، فإذا وقف الريبليكيشن بتاع البارازايت إذا هو نجح في إنه يعمل فاكسينيشن وثيرابي أجينست الورم. دي محاولة إحنا الحمد لله نجحنا فيها أنا وطبعا شرفت فيها بالعمل مع الزملاء. عزلنا 19.5 كيلو دالتون جلايكوبروتين، عزلناه من الأدلت وورم للفشوله وعملنا له كاركترايزيشن وعرفنا الاستراكشر بتاعه بالماس سبيكترومتري، شفنا السبيسيفيستي والسنسيتيفيتي بتاعته كانت 100% في البوفاين فشوليزس، فطبعا ده كان حاجه كويسه جدا ان احنا نقدر ان احنا نصنعه. في محاولات لتصنيعه وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا ونقدر
ان احنا يعني نكمل تصنيع يعني. كمان مش احنا لوحدنا، كان في محاولات قبلنا عزلوا جلايكوبروتين برضو، بس يمكن هما ما عملولوش مولكيولر، ما عملولوش كاركترايزيشن، ما شفناش الاستراكشر بتاعه. ف لكن هو قال انه كان له كفاءه في دايجنوزز للجوت في السكند ويك بوست انفكشن من غير ما يعمل كروس رياكشن مع حاجه مهمه من الطفيليات زي البارامبستوميا من الكلوزلي ريليتد للفشوله. كمان في حاجه مهمه جدا من الفراكشنز اللي دايما الناس بتستخدمها في الدايجنوزز والفاكسينيشن وتارجت فور ثيرابي للفشوله اللي هي الكيتابسن. الكيتابسن ده انزيم موجود في الفشوله. البحث ده سنه 2016 لقى ان التجمنت جلايكوبروتينز والكيتابسنز بتاعت النيوجوفينايل بتاعت الفشوله كاري مانوزيديك اند ان جلايكين. الحقيقه هو كده بيقول ان الكيتابسن جلايكوزايليتد فراكشن، والكيتابسن زي ما احنا قلنا ان هو بيستخدم في الدايجنوزز في ديفرنت انيمال زي الشيب، ومدي سنسيفيتي 100% وفي الجوت 70%. كمان في البقل ومدي سنسيفيتي 85% وسبسيفيتي 80-17%. الحقيقة الجلايكوليدز في الفشيولة ما كانش ليها نفس النتائج المبشرة بالنسبة زي الجلايكوبروتين، لأن الجلايكوليدز كانت فيها كروس رياكتيفيتي واضح جدا مع السيستودز والنيماتون. ف يعني يمكن هو فراكشن واحد اللي هو الاخير ده اللي هو ان اسيتايل جلوكوزامين اتش بي او 3 6 جلاكتوسيرامين، ده هو ممكن يكون ميبي سبيسيفيك فور فشوله. لكن ان جنرال جلايكوليبيد اوضحت كروس رياكتيفيتي مع السيستول والنيماتول. لو شفنا الايكاينوكوكس الستيجز بتاعتها المهمه بالنسبه لنا، ده الورم ودي السيست زي ما احنا عرفنا، ده بيجي في الادل ده انتر الفاينل هوست والانترميديت هوست. ده طبعا الاستراكشرز او اهم الاستراكشرز اللي موجوده في الايكاينوكوكس مالتيكلاريس والايكاينوكوكس جرانيولوزيس. يمكن من اهمهم التي ان انتجين وبرضو ال ان انتجين والجلاكتوز الفا جلاكتوز، دي حاجات مهمه واستخدموها كبايو ماركر واثبتوا اهميتها وعزلوها من البروتوكولز واثبتوا ان هي بايو ماركر للدايجنوز بتاع سيستيك كانسر. ده كمان انتجين 5 بوسس ان ايونودومينانت جلايكان ايبيتوب بيستخدموا الماس سبكتروميتريك اناليسز ووضحوا ان الانتيجين 5 اللي هو حاجه من الانتيجينز المهمه اللي الناس دايما بتستخدمها كدايجنوستيك ماركر للايكاينوكوكس، اثبتوا ان هي اصلا كونتين اميونو دومينانت جلايكان انهيبيتور. الانتيجين 5 ده بيستخدموه طبعا زي ما احنا قلنا في دايجنوستيك سيستيك ايكاينوكوكوزيس في الشيب وفي الكامل ديفرنت انيمال. هي كان ليا محاوله مع زملاء اعزاء يعني، وعزلنا فعلا جلايكوبروتين فراكشن من الهايليت جيرمينال لاير، عزلنا 3 جلايكوبروتين واثبتنا ان واحد منهم اللي هو الان ستايل جلوكوزامين فراكشن ده كان the best to diagnosis of the cystic echinococcosis في الكامل بسنسيفيتي 97.3 وسبيسيفيستي 54.5%. كامل سنة 2006 يعني قبل محاولتنا عمل برضو diagnosis of cystic echinococcosis في الهيومن والكامل باستخدام الإلايزا، واثبت ان السنسيفيتي بتاعته والسبيسيفيتي يمكن كانت اعلى مننا. ممكن يكون عشان هو عزلها من الفلويد، احنا عزلناها من الجيرمينال لاير. يمكن الموضوع ده محتاج بعض الدراسه علشان نقدر نحدد ليه في اختلاف. الحقيقه من الفراكشنز الجلايكوبروتينز المهمه برضو الاي ام جي بي 89 ده جلايكوبروتين عزلوه سنه 2011 واثبت كفاءه في السيرو دايجنوزز للكاناين انفكشن، وادى نسبه سبيسيفيستي
مش قليلة 83%. الجلايكيمويدز زي ما احنا لسه بنقول الجلاكتوز بيتا 1 6 جلاكتوز زي ما احنا قلنا في بعض الحاجات زي ما هي سبيسيفيك للفاشولا سبيسيفيك للإيكاينوكوكس في حاجات تانية ستراكشرز موجودة في الإيكاينوكوكس موجودة في الفاشولا إذا it is a common cross reaction ومهمة قوي وانت بتختار الجلايكين أو الجلايكوكونجوجيت اللي انت هتعزله تختار حاجة ما تكونش لها cross reaction مع طفيليات تانية. بالنسبة للجلايكوليبيدز فكان في حاجة مهمة دايما بتواجهنا هي العزل انك تعزل الفراكشن بكميات كبيرة فده كان بياخد وقت ومجهود وتعب وحياة كتير ولكن المحاولة دي كانت محاولة ناجحة لان هم يعملوا سينسس للجلايكوبروتين انتجنز اللي موجودة حقيقة هم عزلوا حقيقي أربعة كومباوند عملوا سينسس لأربعة كومباوند من الجلايكوليبيدز السبيسيفيك للإيكاينوكوكس أثبت واحد فيهم اللي هو ده أثبت واحد فيهم كفاءة في الدياجنوزز للسيستيك إيكاينوكوكوزيس الحقيقة هو مش بس أثبت كفاءة في الدياجنوزز اوف سيستيك إيكاينوكوكوزيس هو عمل كمان ديفرنشيشن ما بين التو انفكشن يعني لو أنا عندي أنيمال infected with cystic echinococcosis and alveolar echinococcosis يعني multicularis granulosis هو قدر يفرق ما بين ال two infection فدي حاجة كويسة يعني ان هو يفرق ما بين ال two infection في حيوان واحد فدي حاجة كويسة جدا فدي محاولة ناجحة وكويسة ممكن تفتح افاق جديدة ان احنا ليه ما نقدرش ان sensitize the compound بدل ما نبدأ نعزله يعني التينيا زي ما احنا شايفين ده لونكوسفير والادلت وورم والدراسات اللي هنشوفها دلوقتي هيشوف هو موجود في الديفرنت ستيجز ولا لا والجلايكوبروتين اخباره ايه هو والجلايكوليبيد دي اول دراسه يمكن هو درس عشان يشوف اللكتين فلوريسنس مايكروسكوبي على التينيا سوليوم اونكوسفير علشان يشوف الكربوهيدرات الموجود على السيرفيس والانترنال structures فلقى فعلا انه هي reach في different glycoproteins different glycans منها الجلوكوز والمانوز والجلاكتوز والنستايل والكوزامين الكربوهيدرات مودز دي لقاها لها لقى لها immuno diagnostic potency ل diagnose disease في human كمان فراكشن مهم جدا دايما في التينيا سوليوم التينيا سبيشيز يعني اللي هو المانوس 5-9 ان استايل جلوكوزامين الفراكشن ده يعني لقوا ان له اهميه يعني عزلوه لقوا ان له اهميه في او هو بوتنت فعلا في الدايجنوزز السيستيكوزز في الهيومن وفي الانيمال بعد ما استخدموا ده في الويسترن بلوت والميونو هيستوكيمستري كمان في اثبت كفاءه يعني كمان في بحث ثاني بيرفايد سنه 2006 بيرفايد جلايكوبروتين فراكشن من التينيا سوليوم ولقى انه لو بوتنسي في الدايجنوزيس للسواين سيستيسيركوزيس البحث ده الحقيقه كان لسه 2019 وهو كان مهتم بانه يشوف الديستريبيوشن اوف دايجنوستيك جلايكوبروتينز اللي موجوده في الديفرنت ديفلوبمنتال ستيجز اوف ذا بارازايت يبقى هو هنا بيدور يشوف الديفرنت ستيجز بتاعه التينيا سوليوم هل فيها جلايكوبروتين هل الجلايكوبروتين اللي موجود فيها زي بعضه او لا هو موجود فين تحديدا فالحقيقه انه لقى ان في ثلاثه جلايكوبروتين سماهم هو تي اس 14 تي اس 42 او 24 تي اس 24 اتش او تي 24 اتش والجي بي 50 الحقيقه هو لقى ان الجلايكوبروتين دي موجوده في الاماكن مهمه للورم زي السكرز في التيجمنت موجوده في الانكوسفير انفلوب موجوده في التستس إذن هي بتلعب دور موجودة في الأوفرس كمان واليوترس والفاجينا إذن هي بتلعب دور مهم في الفيرتيليتي
للبارازايت. اذا هي ممكن فعلا زي ما احنا قلنا قبل كده هي ممكن تكون تارجت للفاكسين ديفلوبمنت، تارجت للثيرابي. كمان وجودها في اماكن مهمه زي دي اكيد بيطلع لها اجينست انتي بوديز، يبقى هي كمان ممكن قوي تكون دايجنوستيك ماركر للديزيز. وحقيقي فعلا هو اثبتوا ان جي بي 50 واحد من الجلايكوبروتينز اللي اتعزلت في اللي فات ده، اعتبروها انها سبيسيفيك دايجنوستيك ماركر لدايجنوزيس نيوروسيستيكوزيس. كمان الجي بي 50 جلايكوبروتين از فاليبل دايجنوستيك ماركر للتينيا مالتي سيبس اللي مو انفكشنز اللي بتنفكت الجوت والشيب بسنسيفيتي 95% و 92% سبيسيفيستي، ودي حاجه مش قليله. ان زي ما احنا عارفين ان احنا طول الوقت بندور على الفراكشن يكون سنسيتيف اند سبيسيفيك. كمان مش بس وقفنا على 92% السبيسيفيستي وصلت 100% في البوتنسي اللي دايجنوزز للبورسنسيتي سيركوزز بسنسيفيتي 98 وسبيسيفيستي 100%. كمان اثبت تاني مع الانفكشن بالتانيا سوليوم انه هو دايجنوستيك ماركر لسيتي سيركوزز ب 100% سبيسيفيستي 90% سنسيفيتي. اذا هو فراكشن مهم يستحق الدراسه، يستحق التطبيق بعدين لو حد حابب ان هو يستخدمه ك دايجنوستيك كيت للديزيز زي التانيا. الجلايكوليبيد في التانيا ما كانش برضو لها نفس الاهميه بتاعت الجلايكوبروتين. يمكن في بحث استخدمها علشان يشوف الانتيجينيسي بتاعتها في للجلايكوليبيد في السيريبروسباينال فلويد وفي السيرم في السيرم سامبل. هو في نهايه البحث قال انه ما يقدرش انه يستخدم الجلايكوليبيد ده كانتيجين لدايجنوزز لوحده وتديكت النيوروسيستيكوزز على سبيل المثال، لكنه لازم يبقى بارت اوف انتيجين كوكتيل يستخدم في الدايجنوز. الحقيقه الحاجه الثانيه المهمه النهارده اللي احنا نتكلم عليها هي ان ازاي بلاتي هامسس جلايكان دريفن الاميون ريسبونس. اي مين دريفن بالفعل، اي مين كلمه دريفن، ان البلاتي هامسس جلايكان درايف الاميون ريسبونس. نشوف ازاي ممكن ده يكون بيحصل. اول حاجه لازم نعرف الهوست اميون ريسبونس اب اون بلاتي هيلمنت انفيكشن. ببساطه جدا الطفيل كطفيل لما بيدخل جوه الجسم هو بيحاول انه يحافظ على نفسه، بيحاول في نفس الوقت بيحاول انه يحافظ على الهوست بتاعه. هو مش من مصلحته ان الهوست يموت، لكن هو عايز الهوست يفضل عايش، وفي نفس الوقت هو يقدر يبارستايز. في نفس الوقت الهوست بيحاول انه يعني ينجو من البارازايت. فالناس العلماء قالت ان او بعد الدراسه لقوا ان الهوست بيعمل تايب 2 ريسبونس من الاميون سيستم، ولكن الانتي انفلاماتوري كومبوننت تطلع من البارازايت علشان ادابتيشن تو ايفيد الاميون سيستم. بيعمل ايفيشن لنفسه او بيعمل ايفيد الاميون سيستم. فزي ما احنا شايفين النيت اميون الاميون سيستم فيها النيت اميونيتي فيها ادابتيف اميونيتي. النيت اميونيتي بتعتمد على الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي منها زي الماكروفاج زي الدندريتك سيل. لما بيدخل الباثوجين بيبدا يحصل اكتيفيشن للدندريتك سيل والماكروفاج اللي بدورهم بيعملوا اكتيفيشن بيطلعوا انترلوكينز وبعض السايتوكاينز يعني اللي بتبدا بعد كده تو اكتيفيت الادابتيف اميونيتي. ايه اللي بيحصل هنا في هيلمنز انفكشن؟ انها بتنشط التي هيلبر 2 ريسبونس، بتقلل التي هيلبر 1 والتي هيلبر 17. وبعدين بيبدا يكمل الاميون سيستم ويحصل اكتيفيشن للبي سيل اللي بتطلع الاي جي جي اللي بعد كده بتعمل بتهاجم الباثوجين اللي داخل.
لازم يكون للهال من صدور لانها تو ايفيد الاميون سيستم ده، فبتعمل انتي انفلاماتوري ريسبونس. الحقيقه يبقى معنى كده ان انا عندي الجلايكينز دي عايزه تعمل درايف للانيت اميون ريسبونس، عايز تعمل درايف كمان للادابتيف اميون ريسبونس. هل هي تقدر تعمل موديوليشن للانيت او الادابتيف؟ هل تو درايف فعلا الاميون ريسبونس لمصلحتها؟ ده اللي احنا هنشوفه. ففي حاجه مهمه ظاهره كلنا ممكن نكون او اي حد بيدرس مناعه الخليات يكون عارفها، اللي هي اسمها مولوكولار ميميكري. مولوكولار ميميكري دي بتكون كونسبت، ده كونسبت موجود في كل الباثوجينز اللي لما بتدخل جوه الجسم بتحاول تو ايفيد ريكوجنيشن باي هوست اميون سيستم، فبتعمل مولوكولار ميميكري وبتحاول تخبي نفسها من الاميون سيستم، فسموا الظاهره دي مولوكولار ميميكري، وهي نوع من البارازايت اميون ايفيجن. على الوجه المقابل الالترناتيف كونسبت تيرم جلايكينج ميميكري، قال ان الجلايكينج ميميكري دي اكتف استراتيجي للبارازايت عشان تستخدم الجلايكان بتاعتها انها تعمل شيبنج للاميون سيستم. هي مش بقى دلوقتي هنا بتستخبى من الاميون سيستم بطريقه عاديه، هي بتتفاعل مع الاميون سيستم كانها هي الهوست، مش حاجه غريبه، فبتبدا تتفاعل او تبدا هي تعمل شيبنج للانيت اميون سيستم، تو درايف الانيت اميون سيستم تو برومت في الاخر عشان برومت ذير سرفايفل. ازاي؟ بتفصيل اكتر. فقال لي ان الدندريتك سيلز والماكروفاج من الانتيجن بريزنتنج سيلز اوف انيت اميون سيستم اللي اول حاجه بتقابل البارازايت، فلقوا ان عليها ريسبتورز. الريسبتورز دي بتسمى سي تايب ليكتين ريسبتورز، تو لايت ريسبتورز، في دندريتك سيل سبيسيفيك ريسبتور، في ماكروفاج جالاكتوز تايب ليكتين ريسبتور، في يعني مجموعه، في مانوز بايندينج ليكتين. كل الريسبتورز دي لها استراكشر، بيكون في جوه الهوست جلايكينز موجوده سبيسيفيك للهوست، او هي من الهوست، هي هوست جلايكينز ترتبط بالريسبتورز دي، وبتبدا تعمل اكتيفيت للدندريتك سيل نحو الاتجاه اللي كلنا شفناه انه ازاي بيحصل اكتيفيشن للاميون سيستم. الحقيقه البارازايت اوف هيلمنتس او بلاتي هيلمنتس عندها زي ما احنا قلنا في اول المحاضره جلايكينز هوست لايك جلايكينز، يعني الجلايكينز بتاعتها فيها شبه من الجلايكينز اوف اميون سيستم اوف هوست اميون سيستم، فبدل ما بتخلي الاميون سيستم يتفاعل مع بدل ما الاميون سيستم بتاع الهوست بيتفاعل مع الجلايكينز او بيحصل له اكتيفيشن من الجلايكينز بتاعه الهوست، لا هي بتحل محل الهوست جلايكان وتبدا تسيطر على الاميون سيستم اوف جلايكان، تعمل شيبنج للانيت اميون سيستم لصالحها. فبيحصل انه انا عندي مجموعه من الجلايكينز، مثلا لو اخذنا مثال تي ان مثلا او تي انتيجنز الموجوده في اللي كان
عذرا للعطل الفني. خلونا نكمل. ان احنا كنا بنقول ان كده خلاص ان احنا كنا بنقول ان الجلايكينز بتاعه النيماتود او السيستود بتبدا هي اللي تو تتعرف على بعض من الريسبتورز او الجلوكوز بايندينج ليكتنز اللي موجوده على السيرفيس بتاع الدندريتك سيل والماكروفاج اللي بدورها بتبدا تعمل شيبنج للنيت اميون سيستم لصالحها، فتبدا تعمل تقلل التي هيلبر 1 تزود التي هيلبر 17 وتزود التي هيلبر 2 والتي ريجوليتوري. وطبعا دول بعض الجلايكوبروتين او الجلايكينز اللي موجودين في الجلايكوكونجكت اوف ذا بارازايتس اللي بتعمل بايندينج، ودول الريسبتورز السبيسيفيك ليهم، يعني مثلا ال دي ان اوف ذا فيشولا الريسبتور بتاعها ام جي ال مثلا، ال دي ان اف الريسبتورز اخر هو السبيسيفيك ليها، وهكذا. المهم في النهايه ان الجلايكان اوف بلاتي هيلمنت درايف الانيت اميون ريسبونس. طيب ايه اخبار الادابتيف اميون ريسبونس؟ الحقيقه هي تو درايف الادابتيف اميون ريسبونس كمان. ازاي؟ عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه هي اكتيفيت زي ما احنا لسه شايفين دلوقتي الماكروفاج والدندريتك سيل اللي هم بدورهم بيلعبوا دور في الادابتيف اميونيتي، يعني هم جزء هم انيت بس بيعملوا اكتيفيشن ل البروسيس بتاعت الادابتيف اميون ريسبونس. فزي ما احنا شايفين هي اكتيفيتد دندريتك سيل اللي بدورها بتعمل انتيجين بريزنتيشن، وبتعمل ايه في النايف تي سيل؟ بتعمل لها اكتيفيشن للتي هيلبر 2 والتي ريجولاتوري. تي هيلبر 2 بدورها لازم بتاكتيف البي سيل اللي بتطلع الاي جي جي والاي جي اي، في نفس الوقت هي بتزود بتعمل اكتيفيشن للتي ريجولاتوري اللي من دورها انها تعمل بروتكشن وسبريشن للانفلاماتوري ريسبونس اللي موجود في الديزيز. ودي حاجه من الحاجات المهمه اللي زي ما بنقول هي درايف الاميون ريسبونس، لانها بتقلل الانفلاميشن اللي بينتج من الهوست. كمان هي بتعمل داما الماكروفاج اللي هي بتعمل اكتيفيشن الالترناتيفلي بتعمل اكتيفيشن للماكروفاج عشان تطلع الالترناتيفلي اكتيفيتد ماكروفاج اللي هي بدورها برضو بتعمل سبريشن للانفلاماتوري ريسبونس. من الحاجات برضو المميزه للجلايكينز ان الجلايكوكونجكت بيبقى الجلايكينز ايبيتوبس عندها سيفرال جلايكين ايبيتوبس اللي هي بدورها بتعمل اكتيفيشن دايركت اكتيفيشن للبلازما سيل علشان تعمل اكتيفيشن للبي سيل وتطلع الانتي بوديز اللي بتعمل بيزوفيل وتعمل توكسيك مولكيول للبارازايت، لكنها علشان هي عامله لها شيبنج ليها فده بيخلي الانفلاماتوري ريسبونس برضه اقل. زي ما احنا شفنا ان البلاتي هيلمنسز جلايكينز الرول بتاعها مهم في انه يعمل ديكودنج للمولوكولار باترن بتاع البارازايت، وبيعمل اندكشن زي ما احنا شايفين للاميون ريجولاتوري ريسبونس. ومن هنا الاميون موديولاتوري افكت بتاعت الجلايكين زي ما احنا شايفين بيعمل اميون موديوليشن للاميون سيستم، فده معناه انه ممكن يستخدم كبارازايت فاكسين كثيرابيوتيك تارجت وكمان كثيرابي للانفلاماتوري والاوتو اميون ديزيز. إذن هل الجلايكينز أو أو كان وورم ميك immune response immune system better؟ دي حاجة يعني خيالية، إزاي يعني الورم ممكن تخلي immune system better؟ في الحقيقة سنة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات كان في حاجة اسمها هايجين هايبوسيس. الهايجين هايبوسيس دي كانت ثيوري في عالم قالها قال ان في لينك، لا هو واضح انه بدا يلاقي انه الدول الديفلوبد كانتريز مختلفه عن الديفلوبنج كانتريز خالص، لانه في اوتو اميون ديزيزز بدات تظهر في الدول العالم المتقدم يمكن ما كانتش يمكن مش موجوده في الديفلوبد كانتريز. فهو في الوقت ده لقى ان في لينك ما بين البارازايتس او تواجدها او النظافه العامه
والاوتو اميون ديزيز. هو بيقول ان الحياه في بيئه معقمه دي مش هو ده الصح، مش هو ده اللي هيحمي الاميون سيستم بتاعنا، ده بالعكس خليه اضعف. ارتباط ما بينه ما بين الطفيل ما بين وجود الطفيليات وما بين الاوتو اميون ديزيز. اللينك هو مش معروف عنده لغايه دلوقتي، او الميكانيزم بتاعه هو ما كانش فاهمه في 2003، وده لسه مؤخرا يعني يعتبر. الهايجين هايبسيس دي اتغيرت وبقوا مسمينها الاولد فريند هايبسيس، اللي هي نظريه الاصدقاء القدامى يعني. فبداوا يفسروا انه ليه الطفيل في علاقه ما بينه وما بين الاوتو اميون ديزيز. واكتشفوا اللي انا لسه قايله لحضراتكم، انه ان البارازايت لها قدره انها تعمل موديوليشن للاميون سيستم، اللي بدورها بتعمل انتي انفلاميشن وبتقلل الانفلاميشن، اللي بدورها ممكن تبقى تارجت لانها تقلل الاوتو اميون ديزيزز. بمعنى تاني عايزه اقول لكم ان التانيت كار از فاستر وبتحرق وقود اقل، لكن البولي تانيت كار تبقى سلور وبتحرق وقود اكتر. هل البارازايت نقدر نعتبرها حاجة بتحسن الإميون ريسبونس بتاعنا؟ هل البارازايت تاني ذا هوست إميون سيستم؟ الحقيقة الهيلمنتس أند الهيلمنتس درايفد جلايكينز ممكن تعمل تاني للهوست إميون سيستم بتاعنا. طيب إزاي هو، أنا لسه قايلة إزاي بيحصل إن البارازايت نفسها بتعمل زي ما قلنا أنتي إنفلاميشن علشان تحافظ على تواجدها جوه الهوست كنوع من الهروب من الاميون سيستم. فخلينا نقول ان الاوتو اميون ديزيز كديزيز هو مفهوم خاطئ عند بعض الناس، ان الاوتو اميون ديزيز يعني المناعه زايده. المناعه مش زايده، المناعه فيها امبالانس، يعني مفيش بالانس. البالانس الموجود اللي الطبيعي ربنا خلقه ما بقاش موجود. ليه؟ نتيجة لأن الجهاز المناعي شايف الحاجات السلف اللي هي مثلا شايف الليفر، هنقول مثلا حاجة زي الليفر، هو الليفر مثلا هو شايف الليفر ده حاجة سلف، هو شايفها نون سلف نتيجة لخلل في الجهاز، خلل في الجسم، فما بقى شايف الحاجات السلف نون سلف، فبدأ يهاجمها، فبدأ يطلعها لها اوتو انتيبوديز، فبدأت الانفلاميشن تعلى، فبدا يحصل ان الماكروفاج 1 تزيد، التي هيلبر 2 تي هيلبر 1 والدنتريتك سيل والتي هيلبر 17 بيزيدوا، مع نقص في التي ريجولاتري والتي هيلبر 2 والماكروفاج ان 2 بداوا ينقصوا. الحقيقه انه نقص الحاجات دي مع وجود الانفلاميشن العالي، لما العلماء بداوا يدوا او يعالجوا بالهيلمنتس بداوا يلاقوا انه بيحصل تحسن، فقالوا خلاص يبقى معنى كده زي ما احنا لسه شايفين ان الهيلمنتس نفسها بتزود ايه، بتزود الحاجات اللي نقصت في الاوتو اميون ديزيز، فبتزود التي ريجولاتري والتي هيلبر 2، فبدات تعدل كافه الميزان مره ثانيه. فده ممكن يكون المود اوف اكشن اللي قدرت الهيلمنتس انها تقدر تعمله. في الالرجي زي ما احنا عارفين اهم اكتر حاجه بتعمل الالرجي ان بعض السيلز المسؤوله عن الالرجي زي الايزينوفيل والماست سيل والبيزوفيل بتزيد. السيلز دي بتعمل انفلاميشن. من الحاجات اللي الهيلمنتس درايف الاميون ريسبونس باي ات ان هو قلل الانفلاماتوري ريسبونس. اذا وجود الهيلمنتس كمان هيعدل الكفه بتاعت الالرجي، اذا الهيلمنتس ممكن يستخدم كثيرب. هل ده حصل فعلا؟ الحقيقه ده حصل فعلا في شركات حقيقي موجوده. يمكن في ناس دايما اللي عنده اوتو اميون ديزيز او اي ديزيز هو دايما بيدور على انه يشوف حل لحياته، يعني هو اسفه معذره هو تعبان وعايز اي حل. فبدات الناس في زي ما احنا قلنا في اوائل الالفينيات بدأوا يفهموا العلاقة ما بين الطفيل وما بين الأوتو إميون سيستم، فبدأوا فعلا العلماء يبدأوا يبقى الحاجات دي موجودة أونلاين، موجودة في شركات معينة بس غير مصرح بيها من الـ FDA، من هي هيئة الدواء والغذاء العالمية، فهي مش مصرح بيها
ان هي تستخدم للانسان، لكن في شركات حقيقي بتباعها. في مثلا شركه في لندن بتبيع الهيمن لوبس مثلا، وبتستخدمها في تريتمنت، والناس تشتريها اللي هي تابورم وريبورم بتستخدمها. وانا ممكن اوري حتى حضراتكم لينك للشركات. مثلا دي الشركه اللي هي في لندن، زي ما احنا شايفين الشركه اهي، وهي بالفعل ثواني لو احنا مثلا عملنا باي ناو. مثلا هو بيقول لي انا عندي المنتج بتاعي اسمه اتش دي سي، دي هي من ربط ديميتيوتا ست سيركويد، وهيوضح لي بعدين حتى الدوز بتاعتي. ممكن تاخد الدوز بتاعتك مش عارفه ترايل دوز ده بكام، المفروض دي في انجلترا ده جنيه استرليني. فبيوضح لي كمان اسعار الدوزز الموجوده، فالموضوع موجود بالفعل. بس طبعا اكيد مش حاجه صح ان حد ياخد دواء زي ده، لان هو مش دواء، هو بالظبط كده بيحط لي الايج بتاعه الورم في عبوه، وباخد والناس بتشرب البتاع ده، فبيبدا الورم تتكون جوه في الانتستين وتبدا الدنيا تمشي يعني زي ما هم شايفين التريتمنت. دي برضو شركه ثانيه في تايلاند، يمكن او في تايلاند، عملت منتج من التريكيوريا وبدات تستخدمه في التريتمنت لبعض الاوتو اميون ديوز، بعض الاوتو اميون ديزيز. ولو شفنا مثلا واتكينا هنا عملنا الشوب مثلا عشان نشوف الاسعار المتاحه. طبعا الحاجات دي مش مصرح بيها، والناس كلها دايما بتجيبها من عن طريق الاونلاين والكلام ده. فدي مثلا العبوه ب 125 دولار يعني، فهم حتى كاتبين عليها ناتشرال تريتمنت، هي في الحقيقه بويضات ديدان يعني. فالحقيقه الموضوع موجود، والناس بتبدا تاخده فعلا، وبتحاول انها تتعالج منه من الاوتو اميون ديزيز عن طريق التخيليات. دي حاجه مش صحيحه، لكن دايما الناس بتدور على اي علاج ممكن يدي امل في حالتهم يعني. الحقيقه كمان مؤخرا ان منظمه الغذاء والدواء العالميه الاف دي اي صرحت انها ممكن ان هم ممكن يعملوا للمنتج بتاع تايلاند ده، ادتهم ترخيص ان ممكن يعملوا الترايل دي على الهيومن. فبالفعل بيعملوا عليها كلينيكال ترايل، لكن حتى الان مفيش حاجه تصريح واضح منها ان الحاجات دي ممكن تستخدم في التريتمنت للاوتو اميون ديزيز. كمان بيحاولوا يستخدموه في الاوتيزم، التوحد يعني، في بعض امراض التوحد، ومديه نتائج مع ناس، بس هم كلهم بيحكوا تجاربهم الغير مبنيه على راي اطباء يعني. ده بالنسبة للأوتو إميون ديزيز والهلمنتس. طيب إيه اللي يخليني أنا أعدي نفسي وورم؟ طب ما أنا آخد الحاجة المادة الفعالة جوه الورم اللي بتقدر تعمل شيبنج ودرايفنج للإميون ريسبونس، استخدمها هي كأوتو إميون ثيرابي، فإيه المشكلة؟ فقال لي طيب ما إحنا ممكن نختار الجلايكوبروتين ناخده هو ونبدأ نستخدمه هو، ونشوف هل هيدي التأثير ولا لأ. إذا لو إداه ده بقى اسمه هيلمنت بيز ثيرابي، it is not هيلمنت ثيرابي ناو. فده معناه ان هيلمنت بيز ثيرابي ده هو يمكن الحاجه الجديده اللي احنا لازم نفكر فيها. الحقيقه انا ليا ترايل في الموضوع ده، اديه نتائج، بس الحقيقه انا ما حطيتش الترايل دي لانها لسه ما اتنشرتش يعني. ان كونكلوجن عايزين نقول ان البلاتي هيلمنت دي موجود فيها فرايتي كومباوند من او كومبلكس جلايكوزيليت موجودة في الـ ES، موجودة في الـ surface of the parasite، ممكن تكون self وممكن تكون non-self. كمان في different methods بتستخدم في الـ purification زي ما قلنا، أهمها الـ lectin affinity chromatography. استخدام الـ platy helminthes glycan في diagnosis الـ infection ده كان حاجة زي ما احنا شفنا كانت promising، مدينا نتائج كويسة جدا. كمان واضح جدا ان الكاركترايزيشن دي البلاتي هيلمنتس جلايكان بقى موجود ومتوفر، وفي ميثودز كتير ممكن اقدر استخدمها
to detect الجلايكان او الانتي بودي اجينست الجلايكان زي الاليزا والماس سبكترومتري وبعض الاراي تكنيكس. كمان عايزين نقول الترند اوف بلاتيهامنس جلايكان انتي بودي ديتكشن have shown that it's excellent and the alternative diagnostic target for several infected farm animals. The platyhelminthes glycan bind the host glycan binding protein وبيعمل shaping immune modulation للinnate والadaptive immune response toward T helper 2 response. The glycan platyhelminthes may benefit as a therapeutic weapon. طبعا زي في الحرب اللي هي يعني ممكن against the autoimmune disease والinflammatory disorder. انا ريكومند طبعا مش عايزه اطول عليكم بس انا ريكومند ان انا اقدر استخدم الجلايكان دي كثيرابي للانفلاماتوري والاوتو اميون ديزيز. كمان هي مهم ان انا ممكن اقدر استخدمها كتارجت فاكسين تارجت ودايجنوستيك تارجت ثيرابيوتيك تارجت للبارازيتيك ديزيز. في النهايه استخدام الجلايكان كنيو ابروتش ده حاجة مهمة جدا في بعد كده بيفتح آفاق جديدة لممكن إن إحنا برودكت لنعمل برودكشن لدايجنوستيك كيت أجينست بارازيتيك ديزيز. كمان ذا فاكسين كانديديت ممتاز لأجينست البارازيتيك ديزيز. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم وأتمنى أكون ما طولتش على حضرتك. شكرا. طبعا شكرا للدكتوره ايمان ادتنا محاضره قيمه جدا فيا رب نكون كلنا استفدنا وربنا يوفقها يا رب وريت تمشي في المجال ده على طول وتحاول تصنع الجلايكان بحيث ان هو يستخدم فعلا كطريقه للتشخيص السريع ويستخدم ايضا كوسيله ان يشخص التشخيص السريع وكمان للكنترول. يا ريت انها ان شاء الله تمشي في النمط دوت وربنا يوفقها يا رب. وبيتهيألي ان كلنا فهمنا المحاضره وبالتوفيق يا دكتوره ايه. وشكرا لكم جميعا على حسن الاستماع.